أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذنا السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا قاع بخير. أخوكم محمد مربي الحسون. اليوم الحق الوقت اللي نحط لكم فيه مقالة تاع المبادرة الثانية كم تشوفوا فيهم، وليك الله يبارك. زوج خلاوة وزوج ولاد الكاجا تاوعي، مانيش حاب نخرب فيهم بزاف باسكو وليد قلت لك وليد الكاجا المقلين الخلوي راه مطارو له شويه ريشات، على هذيك مانيش حاب نخلط فيهم بزاف. وليت الكاجا اللي عطاه لي السيد بدلته يعني جبت في بلاصته، بدلته فيما لا خلويه. دونك ان شاء الله سي نقطع لهم يا روح. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هم لي يا ابن عمي كيف فحتو، الله يبارك، ان شاء الله ربي يسجيهم ان شاء الله. واني حطيت لهم الشون هذاك باه يروحوا ليه يتبعوه، يعني ما يبعدوش بزاف، وان شاء الله تعجبكم العمليه كيما نقولوا عقبه بسرعه. والحمد لله انت هي اللي طار المال هذا، كنت خايفه ما يطيرش، طاروا له شويه ريشات وبارك الله فيكم، ان شاء الله تعجبكم العمليه، والى مبادره قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.